نلتقي اليوم في قيروان الفن، قيروان الحضارة، قيروان الإبداع. اليوم تلتقي مؤسسة العمل الثقافي في تظاهرة تجمع المسرحيين، تجمع نوادي المسرح، تجمع اختصاص المسرح. في هذا المهرجان يتقيم الممثل الهاوي، تستقيم معارفه، تتكون إرادته وشخصيته، ويمضي من أجل فعل مسرحي حقيقي. هذه تظاهرة مهمة جدا لترسيخ ثقافة المسرح في مؤسسات العمل الثقافي. وأنا كذلك كمركز مندرامية وركحية بالمهدية جد مسرور، لأنه دار الثقافة مهدية باش تكون مشاركة في اختصاص مسرح الطفل. نود في دورة قادمة أن يكون المهرجان أكبر، أن يزيد في امتداده، أن يزيد في إشعاعه، أن يزيد في مدته، وأن تكون هذه التظاهرة سنوية بفعل حقيقي وتصورات ممتازة. مشكورة المندوبية الجهوية للثقافة بالقيروان، وزارة الشؤون الثقافية، كل الفاعلين الثقافيين. عاش المسرح، عاش الممثل الهاوي، عاش الإبداع، عاش القيروان، الفن والحب والجمال. أول حاجة الهدف ما هوش كون يوصل ممثل مشهور، لأن الفن يتعارض مع النجومية. الهدف هي يكون فنان، يكون بناء، عنصر بناء في المجتمع متاعنا، لأن المسرح يخلق لنا شعب واعي، والمسرح يطرح قضايا المجتمع الآن وهنا. يعني لخلق شعب واعي عندنا أداة تواصل بكثافة اللي هي المسرح، اللي هي تكون الشخص في تعامله مع محيطه، في تعامل بوعي سياسي ديني أخلاقي حضاري. شفنا احنا المسرح من خلاله عرض كرنفال كما اليوم في القيروان، فيه الحضارات اللي مرت على تونس، وفيه ايضا برامج للاطفال، تشوف الصغيرات توا يشطحوا فرحانين. فالمهرجان المسرح يبث نوع من الطمأنينة في شوارع المدينة، بلاد اللي فيها مسرح بلاد متحضر. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.